لا ده انا اتعلمت حاجات كتير، اقدر افلتر مين نواب مع الوطن ومين مع النواب ضد الوطن. احنا بجد مش عايزين شعارات كتابه من حد، اي حد يتجي علينا باسم اي حاجه بالبلدي مش هيمشي معانا. احنا قدام قضيه هنكون منصفين للوطن ولا لا؟ اي حد هيتاجر علينا هيدي شعارات هيخلط الامور ببعض. انا كنت جايب معايا كوره صغيره وجايب معايا كارت احمر وكارت اصفر. دي اللغه الوحيده، دي اللغه الوحيده اللي الشعب بيعرفها. انا مش ضد اي هي شخصيا، كلهم اخوه فاضل هم اراده شعبيه، ولكن اللي بيحصل هنا لابد يكون المجلس واقف. هل احنا كلنا مع الوطن ولا ضد الوطن؟ انا مش بتكلم في التهاليش اللي تالت انجليزي وعربي وكلام كده مش فاهمه. انا فاهم حاجه واحده، انت مش مع الدوله وبالتالي احنا مش معاك. اشكر لجنه المقر لجنه التشريعيه ولجنه الخيام، واشكر كل وطني يحكم ضميره. خلي بالك احنا ما بنلعبش سياسه، انت ممكن تبقى لاعب النهارده بكره مش شايف. بص يا عم لايا وشوف نفسك انت مع الدوله ولا مع نفسك. للاسف انت مع نفسك. وشكرا. شكرا شكرا سياده النائب السيده النائب محمد.